سائل يسأل عن ما انتشر في الإذاعات بل وفي القنوات من أمور المسابقات، تدخلها الجوائز، تدخلها الأموال، وربما يعين للسابق في هذه المسابقات مالا كبيرا أو مالا عظيما، ويدفع المشاركون في أغلب المسابقات يدفع المشاركون بعض الأموال، فيقال المسابقة هي عبارة عن اختبار وامتحان يجري بين اثنين فأكثر، ينتقي ذلك الاختبار الأفضل والأحسن منهم. المسابقات أصالة ليس فيها أي عيب ما لم تخالف الشريعة، ما لم يكن فيها إيذاء لإنسان أو إيذاء لحيوان، فإذا كان فيها إيذاء لإنسان أو إيذاء لحيوان كان تحريمها من هذا القبيل. أما بقية أنواع المسابقات فهي جائزة بين الناس إلا إذا كان هناك مال، فالمال لا يمكن إلا في نوعين من المسابقة الشرعية، وهي الرهان والنضال، إما الرمي وإما السباق بذوات الخفي والحافر، وهذا أمر قاله أكثر العلماء بل كل العلماء، لم يخالف في ذلك إلا قولا ينقل شاذا يجوز كل أنواع المسابقات وإن كان فيها مال. أما جمهور العلماء بل جل العلماء، ربما قل كل العلماء، يقولون أن المسابقات إذا أراد صاحبها أن يدخل فيها مالا فلا بد أن يكون رهانا أو نضالا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، غير هذا لا تجوز المسابقة، خاصة إذا دخل المال. حتى ولو سميناها مسابقات قرآنية، مسابقات شعرية، مسابقات مواهب إبداعية، لا يجوز أن يدخلها المال أبدا. أما إذا دخل المال منهم هم ليحوزه أحدهم ويأخذه فهذا قمار محرم، أما إذا كان المال من الخارج فهذا حرام وليس بقمار، إلا إذا كان هذا المال يبذل على وجه العطية ووجه الهبة ووجه الحافز، وليس صاحبه بملزم لا ديانة ولا قضاء أن يعطيه من فاز في تلك المسابقة. إذا جاء على هذا الوجه فلا بأس بأن يدخل في شيء من المسابقات المال، إذا خلت المسابقة عن محرم للشريعة كالإيذاء لحيوان أو غير ذلك، والله أعلم.